أعتقد عندنا تليفون من الأستاذ طارق المالط، وعايز يعمل مداخلة، وأعتقد ده حق الرد وممكن نستقبله في هذا البرنامج. طيب، توقعاتك إيه للانتخابات القادمة؟ توقعاتك لشكل المجلس ممكن يكون نسبة. طيب، معي على الهاتف الأستاذ طارق المالط، اتفضل يا أستاذ طارق. مساء الخير يا أستاذة لميس، مساء وكل النور سنة يا وحضرتك فندم، طيبة. أهلا بيك. أستاذة داليا، أهلا وسهلا. أنا بس سمعت حضرتك وكنت الحقيقة عايز بس أصحح بعض المعلومات. اتفضل. حضرتك، أنا مش في حزب الوسط، أنا كنت في حزب الوسط واستقلت من أكثر من عام ونص باستقالة مسجلة ومبعوثة وكل حاجة، وأنا مش بتنصل من حزب الوسط، إنما أنا الاستقالة بتاعتي كانت مسببة ونشرت، وأسباب الاستقالة ترد على المخاوف اللي عند حضرتك. لما انا حضرتك تطلعي تقولي ان انا كنت في رابعه وازاي بتقدم لمجلس الشعب، حضرتك انا الورق بتاعي فحص، وانا راجل لو عليا اي ادانه او في اي مشكله بالنسبه لي كانت الجهات اللي بتتولى التحقيق كانت ان هي تستدعيني لو ان عندي اي مشكله. الاستقاله حضرتك بتتحدث عن ان انا استقلت لان القيادات للاسف بعد ان تم تغييب ابو العلا ماضي وحسام سلطان، الناس اللي فاهمه سياسه اللي كانوا باقيين في الحزب كانوا انا شبهتهم في حينها، مش دلوقتي عشان مجلس الشعب من سنه ونص، شبهتهم ان هم اصبحوا كالجنين الملتصق بالاخوان مش عارفين ياخدوا موقف مختلف. وانا كنت من اول الناس وزملائي اللي استقالوا معايا من حزب الوسط اللي دعينا ان احنا نترك التحالف، لانه انا قلت حضرتك في برنامج فضائي ان التحالف الرؤية الاستراتيجية بتاعته هي عبارة عن فنكوش، يعني هم ما هماش عارفين اساسا هم عايزين يروحوا فين، وقلت ان هم بيلقوا بالشباب الطاهر الكويس ده الى التهلكة لانه بيضعوا في صدام مع الدولة بدون ما يكون في اي رؤية هم عايزين يوصلونا لفين. طيب، فلما تبقى دي حضرتك الرؤية اللي اتقالت، ولما والنهاردة حضرتك جريدة الشروق نشرة حوار كامل على نص صفحة، تقدري حضرتك كنت ترجعي له؟ ما ترجعيش للاخ بتاع اليوم السابع. لا لا، ثواني ثواني استاذ طارق، استاذ طارق، انا ما برجعش لا اليوم السابع ولا الشروق، انا عندي معلومه وحضرتك اكدتها انك كنت موجود في رابعه، مظبوط؟ ايوه بس فندم. شكرا. انا مش عايزه استقلت بقى ما استقلتش، انت في النهايه كنت موجود على منصه رابعه، منصة الترهيب والتهديد في رابعه، منصة تهديد الدوله، منصة ترهيب. طيب، 30 يونيو. حضرتك سؤال، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ حضرتك مش كنتي موجوده على منصه جمال مبارك اللي بتمارس؟ لا والله حضرتك الصوره دي معلش ودي مقارنه لا تصح، لا ما كنتش موجوده، وبعدين انا مش مرشحه نفسي لمجلس الشعب. طب اهدي بس. لا لا ثواني بس، المفروض تكوني اعلاميه وتهدي يا استاذ. انا بكلم حضرتك بهدوء، كويس؟ انا بكلمك بنفس الهدوء، وانا بقول لك مره تانية الواحد المقارنه لا تصح. انا بسالك انت كنت موجود في رابعه ولا لا؟ تأييد كيان سياسي غير تأييد كيان إرهابي يهدد أمن الوطن. ده نفس طريقة الإخوان، هي نفس الطريقة، مهاجمة شخصية بحتة، هي نفس. أنا بسألك سؤال واضح، أنا مش نازلة مجلس الشعب، أنا بسألك واضح، أنت نازل مجلس الشعب فلتكن صريحا مع الجماهير، حضرتك كنت على منصة رابعة ببساطة في اعتصام مسلح. يا فندم يا فندم يا فندم، حضرتك التواجد على منصة رابعة اللي بيقاس فيه ماذا قيل على منصة رابعة؟ لما يبقى انا حضرتك قلت على منصة صريح رابعة، هو اتقال ايه على منصة رابعة يا استاذ طارق؟ يا حلاوتكم مثلا. لا ده تحريض صريح. اسمعي، طب اسمعي، طب اسمعي حضرتك، اسمعي حضرتك، وده يا دكتور طارق، اعتصام رابعة هو اعتصام هدد الدولة وكان اعتصاما مسلحا يعني شهادة اللجنة التي قامت بالتحقيق، وحضرتك قابلت ان تكون موجودا على هذه المنصة ليه؟ وسمعت التصريحات دي وكنت سامع وعارف يا فندم. طيب حضرتك، اولا حضرتك انا شاكر لحضرتك جدا، بس انت حضرتك مش جهه التحقيق، جهه التحقيق. لا لا لا، احنا جهه التحقيق، ثواني، احنا هنا بنتحدث باسم الشعب، المبادره اللي احنا جايين نتكلم عنها. انا مش جهه التحقيق. لا احنا طيب، مش جهه التحقيق يا داليا، احنا بنكشف حقيقه. طيب، بالظبط كده، احنا مش جهه التحقيق، احنا بنكشف حقيقه. ادي فرصه ان اللي اتكلم برضه يقول هو طيب كان بيتكلم بيقول ايه، وده حضرتك طيب مسجل وموجود. طيب عموما الوحيد اللي اشاد بثوره 30 يونيو من على منصه رابعه وقال ان كامل الاحترام والتقدير للملايين التي خرجت في 30 يونيو للمطالبه بمطالب على منصه رابعه يا استاذ طارق.
نعم فندم. يعني على منصه التحريض في رابعه دول كانوا اكلوك. مستحيل طبعا. انا بقول كانوا اكلوك يا استاذ طارق. طيب انا عموما بشكرك. اسمعي هذا الكلام. انا بشكرك. انا حبيت ان انا ادي لك الفرصه. ادي لك الفرصه برغم ان انت يعني اتخذت نفس طريقه الاخوان في اللف والدوران. انا مش نازله مجلس الشعب ولهجوم يعني الشخصي. انا تاني بهاجم موقفك السياسي. انت وقفت على منصه رابعه مع هؤلاء ضد الملايين اللي نزلت. ده كمان رابعه كلام حدث سياسي. ده وكر ارهابي حضرتك شاركت فيه. في فرق ضخم طيب. جدا يعني انه نتحدث عن حد ايد طيب. ومرة تانية لا علشان بس يبقى واضحين. ومرة تانية أنا لم أكن على منصة جمال مبارك. أنا أجريت حوار مع جمال مبارك. أدرت ندوة لجمال مبارك. هو دي القصة اللي انتوا عمالين تلفوا بيها. وأنا أذكر اللف مفيش ورقة واحدة لا تقول إن أنا كنت عضوة في الحزب الوطني ولا انضميت لي. عملت حاجات معينة أيوة. ساهمت في حملة الرئيس مبارك أيوة. لكن أنا في النهاية موقفي واضح جدا وغير ندمانة عليه. وهذا موقفي وحاسه بالشرف وحاسه بالامانه وحاسه ان انا يعني سعيده بكل هذه المواقف التي اتخذتها. كمان الاختلاف السياسي مش عيب. الاختلاف السياسي مش عيب. لكن الاختلاف على تهديد امن الوطن هو ده اللي عيب.